الأحداث الرياضية كمان مستمرة في مهرجان العالمين. الأيام اللي فاتت يمكن شفنا انطلاق ماراثون الدراجات الضخم في مهرجان العالمين الجديدة، وده كان بمشاركة 1000 دراجة. وقاد الماراثون في الافتتاح 50 من نجوم منتخب مصر للدراجات، وده طبعا أضاف جزء تنافسي كبير وحماس كبير للمتسابقين. خلونا نعرف أكبر أو أكتر عن الأحداث دي من دكتور سامح منصور، مدير إدارة المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، مرحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا أنا بتوجه بالشكر لوزارة الشباب والرياضة للمجهود الكبير اللي هي عاملاه في يعني أنشطة رياضية كتيرة جدا مختلفة في مهرجان العالمين تحت رعاية طبعا وزارة الشباب والرياضة. فخلينا نبتدي كده كلامنا بشكرا. تاني حاجة عايزة أعرف أكتر عن ماراثون الدراجات، اتكلمنا عن 1000 متسابق يمكن و50 من نجوم الدراجات يعني قاموا بقيادة الماراثون ده، فكلمنا أكتر عن الماراثون وعن المتسابقين وعن مين النجوم اللي شاركوا فيه. خلينا نقول ان وزاره الشباب والرياضه ليها مشاركه متميزه وايجابيه جدا في مهرجان العالمين الحمد لله. يمكن بدانا انشطتنا يوم 24 تبع ومكملين باذن الله لغايه يوم 30/8 نهايه المهرجان. كل اداره مركزيه في وزاره الشباب والرياضه ليها تمثيل ايجابي وفعال جدا، بدايه من الاداره المركزيه لبرامج التنميه الرياضيه، الاداره المركزيه لتمكين الشباب، الاداره المركزيه لتنميه النشء وتنميه الشباب، بالاضافه للاداره المركزيه لشؤون مكتب الوزير متمثله في الاداره العامه للسياحه الرياضيه. كان في فعاليات كثيره مختلفه في مهرجان للهيجن، في ماراثون للدراجات زي ما حضرتك قلتي، في انشطه ترفيهيه وفنيه في منطقه الترفيهيه، ده بيتم بشكل يومي، بالاضافه لزيارات لشباب مراكز الشباب عشان يتعرفوا على مدينه العالمين الجميله، وده كان بيتم او لسه بيتم لمره او مرتين كل اسبوع ومكملين ان شاء الله لغايه يوم 30/8 باذن الله. وكان عندنا كمان النهارده نشاط مميز جدا، كان في ماراثون، خلينا نقول بقى ماراثون دولي، في 500 مشارك للاداره العامه للسياحه الرياضيه، بدا من المنطقه الترفيهيه لغايه ميدان ريكتوس ورجعنا تاني 6 كيلو. كان في كمان مشاركه مميزه لولاد او فريق من السكيتنج، وبالاضافه طبعا لدراجات، يعني كان ماراثون متنوع ونشاط مميز جدا النهارده في مهرجان العالم عالمي. يعني الاقبال الكبير ده على الماراثون سببه ايه؟ يعني احنا معانا على الشاشه دلوقتي يعني ناس كثيره قوي قوي متواجدين في الماراثون ده، سبب الاقبال خليني اقول على قياده الدراجات سواء كانت في المجتمع المصري بشكل عام او في الماراثون اللي موجود في مهرجان العالمين. احنا بنتكلم على 1000 دراجه، فده عدد كبير. طبعا هو كان 1000 دراجه فعلا في 8 محافظات كانوا مشاركين، كان كل الشباب اللي احنا دعيناهم كان بيتسابق ان هم يجوا، هم كمان عايزين يجوا للرياضه ولان هم يركبوا الدراجات ويسوقوها ويشوفوا العالم عالمين ويلفوا مدينه العالمين، مدينه عالميه موجوده على ارض مصر دلوقتي. وكمان انشطه وزاره الشباب والرياضه والتغطيه الاعلاميه المتميزه من حضراتكم بتروج لمدينه العالمين من خلال الانشطه اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه، بدايه زي ما قلت من 24/7 ومكملين لغايه نهاية مهرجان العالم عالمين بأنشطة متميزة ومختلفة ومتنوعة ومشاركة شباب وزارة الشباب والرياضة. دكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة، كل الشكر ليك يا فندم.